لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الإيمان، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الزكاة من الإسلام. قال: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأصل تحت هذه الترجمة التي اختصر المصنف رحمه الله تعالى، يعني أسانيد الأحاديث. وقال: باب الزكاة من الإسلام. باب الزكاة من الإسلام في هذا الكتاب كتاب الإيمان، وذكر هذا الحديث. والتبويب في الحقيقة ظاهر منه، الشاهد أو المناسبة، التبويب ظاهر منه المناسبة لكتاب الإيمان، ألا وهي الرد على المرجئة الذين لم يجعلوا الأعمال من الإيمان ولم يشترطوا الأعمال في الإيمان. فكأن البخاري رحمه الله كما هي عادته في كل الأبواب السابقة يرد عليهم، قال: باب الزكاة من الإسلام. وقد سبق الكلام أن كلمة الإسلام تعني الإيمان، تعني الدين إذا أفردت. فكأن البخاري يقول: باب الزكاة من الإيمان. باب الزكاة من الإيمان يعني الإيمان أعمال، ومن هذه الأعمال الزكاة. والشاهد لهذه الترجمة هذا الحديث الذي أورده، قال: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته. قيل هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. ثائر الرأس يعني من أثر السفر. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، وذلك لأن الرجل كان يتكلم بصوت مرتفع، كان يتكلم بصوت مرتفع، وكذلك كان يتكلم عن بعد على عادة العرب أو يعني البدو خصوصا يعني. فكأن الرجل يعني ضمام هذا رضي الله عنه داخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ومن بعيد جدا بيتكلم، من بعيد جدا بيتكلم. هذه عادة الأعراب وأهل البوادي ونحو ذلك، بخلاف عادة أهل الحضر. أهل الحضر إذا أراد مثلا أن يسألك أو يكلمك تراه يأتي إلى جوارك ويكلمك ونحو ذلك، في شيء من التحضر يعني في الطريقة، فتراه يقترب ويسأل ويخفض الصوت وكذا، بخلاف أهل البوادي. أهل البوادي لأنه المساحات مفتوحة عندهم، فهم على يعني عادتهم ان الواحد فيهم يبقى قاعد في مكان والتاني قاعد في مكان اخر، ما فيش حواجز بينهم، فيكلمه قاعد في مكان، فالصوت يكون من بعيد ومرتفعا. ولذلك الصحابه ما كانوا يستطيعون ان يفقهوا، ان ما كانوا يستطيعون فقه ما يقول الراجل جاي بيتكلم من بعيد. قال: حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني فهمنا في النهاية أنه بيتكلم بيسأل عن الإسلام، يعني بيسأل عن شرائع الإسلام، عن شرائع الإسلام. وإلا هو كما هيظهر في الرواية هو كان مسلما،
هو كان مسلما، هو أسلم، لكن أسلم في الجملة حديث عهد بالإسلام، لكنه ما يعرف تفاصيل شرائع الإسلام. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. يعني عليك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، عليك أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ يعني يا رسول الله هل علي غير هذه الخمس صلوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. يعني ليس عليك أكثر من خمس صلوات واجبة، إلا أن تزيد من باب التطوع، أما الواجب والفرض فلا يعني زيادة على هذه الخمس. واستدل بهذا الحديث العلماء على من يقول بوجوب الوتر، على من يقول بوجوب الوتر، أن الصلوات الواجبة هي خمس صلوات فقط. قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. يعني بيسأل عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يعني تصوم اثنين وخميس وكذا ونحو ذلك، هذا كله من باب التطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث استدل به البخاري على ما بوب باب الزكاة من الإسلام، أي أن الزكاة عمل والأعمال من الإيمان ومن الدين، ردا على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان ولم يشترطوا الأعمال في الإيمان على إطلاقها. وفي الحديث فوائد يعني كثيرة في الحقيقة، لكن يعني ما يعنينا هو الشاهد المباشر للباب، وهو الرد على المرجئة في اشتراط في عدم اشتراطهم أو في عدم اعتبارهم الأعمال من الإيمان. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى، أو قال المختصر: باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وأتى بهذا الحديث كشاهد على هذا التبويب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله جعل ذلك شرعا وجعل لذلك أجرا، وهذا من الإيمان، أي أن الإنسان إذا آمن بذلك زاد إيمانه. فبوب البخاري لذلك وقال: باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهذا كسابقه، فيه الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وقالوا أن الإيمان هو مجرد القول، بل كما سبق هناك فئة يعني منهم غلط وقالت أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، حتى لم يشترطوا نطق اللسان، وقالوا الإيمان مجرد المعرفة. ويلزم من ذلك أن إبليس كان مؤمنا، ويلزم من ذلك أن المنافقين مؤمنين ونحو ذلك وهكذا. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وذكر الحديث، وفي الحديث فوائد يعني أخرى، منها فضل تشييع الجنائز، إذ أن الذي يشيع جنازة ويصلي عليها له من الأجر قيراطان من الحسنات. وفي ذلك تنبيه على أن القيراطين
يحصلان بمجموع الصلاة والتشييع. أما من شهد واحدة من يعني هذين أو من هاتين فله قيراط واحد، يعني اللي يشيع جنازة فقط دون الصلاة له قيراط واحد، اللي يصلي فقط دون التشيع له قيراط واحد، وهكذا. ثم قال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم قال وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هو هذا التبويب ما مناسبته لكتاب الإيمان؟ ثم أو قبل ذلك ما الشاهد لهذا التبويب من الأحاديث؟ أما الأحاديث فحديث ابن مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي قتال المسلم كفر. فهذا الحديث فيه شاهد عظيم جدا لما يريد البخاري، ألا وهو أن وصف الإيمان يتغير بارتكاب الذنوب والمعاصي، بارتكاب الذنوب والمعاصي، خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فعندهم أنه مهما ارتكب المؤمن من الذنوب فإنه لا يضر. لماذا؟ لأنه معه الإيمان لا يضره الذنوب، والعياذ بالله. وهذا تضييع لدين الله تعالى وتجرئة للناس على فعل المعاصي. فهذا الحديث شاهد على أن الذنوب والمعاصي لا تؤثر على الإيمان، تؤثر على وصف الإنسان المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، يعني اللي يسب أخاه يعني بغير يعني مسوغ شرعي هذا فاسق. يبقى تحول وصفه من وصف مؤمن صالح إلى مؤمن فاسق، أو مسلم صالح إلى مسلم فاسق. كذلك قال: وقتاله كفر، وإنه اللي يقتل مسلما بغير حق هيتحول وصفه برضه من مسلم صالح بريء إلى مسلم مذنب موصوف بالكفر. وهنا قد يقول قائل: أليس في ذلك حجة للخوارج على أن مرتكب الذنوب والكبائر يكفر؟ والجواب أن هذه الأحاديث التبست على فريق وأحاديث أخرى التبست على فريق، فأدلة الترغيب التبست على المرجئة، وأدلة الترهيب التبست على الخوارج، وكل منهم تعامل مع جانب فقط من الأدلة الذي يخدم هواه. والصحيح أن الأدلة لابد من أن ينظر إليها مجتمعة، لا يؤخذ الدليل ويترك باقي الأدلة مثلا، لا، إنما تؤخذ الأدلة مجتمعة. هنا رد على المرجئة، رد على المرجئة إن وصف الإيمان بيتغير. وصف الإيمان بيتغير نتيجة ماذا؟ نتيجة الذنوب والمعاصي، نتيجة الذنوب والمعاصي. طب الرد على الخوارج إذا قالوا: طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا، قال: وقتاله كفر. هذا أيضا مردود بكلام العلماء التفصيلي الذي تكلمنا عنه كثيرا قبل ذلك، وبالجملة أن هذا الوصف
يرد عليه من وجهين. الوجه الأول، نعم يسمى كافرا ويخرج من الإسلام إذا كان مستحلا، إذا كان مستحل قتل المسلم لا يبقى كافر خارج من الملة أصلا، بل إذا كان مستحلا سباب المسلم. لو واحد بيقول سب المسلم حلال، المسلم حلال والسب حلال في الإسلام، هذا يكفر يخرج من الدين. الذي يستحل ما حرم الله يكفر. طيب هو مش مستحل، وده اللي بيعنينا بقى هنا، الرجل مسلم ارتكب ذنبا، يعني سب قتل لكنه غير مستحل، هذا لا يكفر الله. طب وقتاله كفر؟ نعم، هذا لابد من حمله على الكفر الذي هو دون الكفر كما سبق، وهو كفر العمل، وهو كفر العمل لا كفر الإيش الاعتقاد، يعني هذا كفر بالنعمة التي أنعم الله بها على المؤمنين. لا يجوز للمؤمنين أن يقتتلوا، لا ترجعوا بعدي كفارة، يضرب بعضكم رقاب بعض، كفر نعمة، نعمة الأخوة يكفر بها المسلم فيقتل أخاه. طب لماذا نقول هذا؟ لأن الشرع فيه ما يدل على عدم خروجه من الإيمان، وقد مضى قبل ذلك معنا في الكتاب نفسه. قال النبي، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال باب ظلم دون ظلم، وتكلمنا في هذه الأبواب إن هذا لا يكفر. لماذا؟ لأن هذا يحمل على الكفر الذي دون الكفر، دون الكفر، وهو كفر العمل. لماذا؟ لأن الله سمى المقتتلين إخوة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سموهم مؤمنين، وقال الله عز وجل في كتابه، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، بعد القتل، فمن عفي له من أخيه سمهم إخوة، يعني القاتل وأهل المقتول سمهم إخوة وعليه، فلا يكفر. ثم الآية العامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ترد على الخوارج في هذا يعني التأويل. قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله هو لا يشعر. إذن الذنوب تؤثر، وأن المؤمن يخاف على نفسه. ليه؟ لأنه ممكن الفسوق ده والعياذ بالله والذنوب دي تخليه والعياذ بالله يصل إلى الكفر. إذن فهذا رد على المرجئة الذين يقولون أن الذنوب لا تؤثر على الأعمال، اللي هو يعني بتعبير بقى العامي بقى يمشي مع زمان الناس بتوع دلوقتي، مرجئة العصر، اللي هم ما يعرفوش يعني أصلا مرجئة، لكن هم بيعيشوا بفكر الإرجاء. عوام كثير من المسلمين تجد كثير منهم يفعل ما يفعل من المعاصي والذنوب، وإذا قيل له يقول لك ربنا رب قلوب، يا عم ربنا رب قلوب، وبعضهم يقول لك ده أنا بينه وبين ربنا عمار، هي المسألة بالصلاة، هي المسألة بالصوم ونحو ذلك. فهذا فكر الإرجاء والعياذ بالله، هذه عقيدة المرجئة، أنهم والعياذ بالله يرون أن الذنوب لا تؤثر على يعني مسمى الإيمان. ثم ذكر حديث عبادة، قال عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم صحابة في رمضان في العشر الأواخر، طلع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخبرهم بليلة القدر، ولعله كان يريد أن يخبرهم بها في هذا العام، في هذا العام، فأراد أن يخبرهم إنها في العام ده هتكون ليلة كذا. قال فتلاحى رجلان من المسلمين. حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع كان في يعني نوع من التشاحم بين رجلين من المسلمين، نوع من التنازع والتشاحم بين اتنين من المسلمين، يعني اتنين بيزعقوا البعض بالتعبير العام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلع لهم بيزعقوا البعض، انشغل بأن هو يصلح بينهم ويهديهم هما الاتنين. قال فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. رفعت، قال العلماء منهم من قال يعني ننسيتها بسبب ذلك،
أنسيتها بسبب أنسيت اليوم اللي أنا يعني أوحي إلي به فرفعت. وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا يعني إيه؟ ولعله خير، لعله خير. وبالفعل والله لو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يخبرنا بتحديد اللي معين لليلة القدر، وإن كان جمهور العلماء على إن هم يرون أنها ليلة 27 أو أنها أرجى الليالي، إلا أن القول في الحقيقة الأقرب والله أعلم هو أنها غير محددة، إلا أنها في ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر. وهذا خير للمسلمين، بدل المسلم ما يقوم ليلة واحدة هيقوم كام ليلة؟ خمسة. وصاحب الهمة العالية هيقوم كام ليلة؟ العشرة. اللي همته أضعف هيقول آه ما هي واحدة في الليالي الوترية الأخير، خمس ليالي الأخير، هيجتهد فيها أكتر من غيرها. اللي همته أعلى وأعلى هيقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، أنا تحوط العشر ليالي أخذهم قيام. وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يعتكف العشرة كلهم، أنا أخذهم كلهم بإذن الله. هكذا. فطيب شاهد الحديث هذا، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ شاهد من هذا الحديث للباب أن هذا الحديث فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، لا تؤثر، بدليل أنها أثرت فين؟ في إن ليلة القدر نفسها رفعت أو أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، والذنوب مؤثرة. والعجيب هؤلاء البشر لا عقول لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مر بديار ثمود أمر الصحابة أنهم يسرعوا الخطى وما يشربوش من بئر ثمود ولا يعجنوا من المية بتاعتها. فالعلماء يقولون لأجل أن هذا له أثر، أي الذنوب ده ذنوب ناس ارتكبوها من إمتى؟ من كام قرن؟ يعني مش أقل من أربع قرون ولا حاجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجروا بسرعة، عدوا بسرعة، أثر المعصية لسه موجود. والحجر الأسود كان أبيض، قال سودته خطايا بني آدم، الحجر اتغير، أما القلب المؤمن يبقى إيه؟ والمرجئة يقول له لا 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 يضر مع الإيمان ذنب، خلاص كله مؤمن. أبو بكر زي أفسق واحد في الأمة والعياذ بالله، ونعوذ بالله من هذا الضلال الذي به يضيع الدين. والمسلمين في الزمن العصر الحالي ده كتير منهم كما أشرنا يعيشون بهذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. ولذلك هذا فيه رد على المرجئة. وفي الحديث يعني أيضا من الفوائد جواز تسمية بعض الذنوب كفرا. طيب والتفريق متى؟ التفريق يكون بجمع الأدلة، بجمع الأدلة. يعني ممكن في ذنب تسميه كفر آه، لكن لما نجمع الأدلة عند ذلك نفرق. وفي الحديث أن الذنوب لها تأثير في منع الخير خلافا لقاعدة المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.